السلام عليكم ورحمة الله، ورجعنا لكم تاني. الحمد لله حطينا الأكل الطري للطيور اهو. الحمد لله حطينا لهم بيض بالبقسماط بالإضافات بتاعته، بسم الله ما شاء الله. والحمد لله الطيور نزلت وأكلت. لازم دايما لما نيجي نقدم أكل كده نقول بسم الله ما شاء الله، ونسمي الله على الطير ونسمي الله على الأكل، عشان ربنا يجعل في الحاجة بركة. الفيديو ده هنتكلم فيه مع اخواتنا المبتدئين. في ناس طلبت مني يا احمد عايزين فيديو يعني تشرح لنا فيه الطفرات اللي انت بتتكلم عليها، لان احنا بنتلخبط ومش فاهمين الطفرات دي. بس انا برضو هحاول وانا بشرح يعني اخصص كلامي على طفرات الرينبو، تمام؟ بس هنوضح معاها الكلام عشان تبقى الدنيا واضحة. يعني مثلا في طفرات الرينبو، اول حاجة زي ما احنا عارفين ان هي لازم تبقى درجة لون ازرق. دي درجة اللون الازرق اللي الناس متعودة عليها، يعني الناس فاكرة ان دي درجة اللون الازرق بس، لا، درجة اللون الازرق تمام كذا درجة، مش درجة واحدة. دي الدرجة المتوسطة اللي هي كوبالت. طيب العصفور البادجي اصلا الاصلي بتاعه اللون الاخضر. يعني عصفور البادجي اول لما الانسان اكتشفه كان اصل اللون بتاعه اللون الاخضر، بدأ بعد كده يظهر الألوان التانية الأزرق، تمام؟ لأن الأزرق لون متنحي. يعني العصفور في الأول كان شايله في دمه بس ما كانش باين، بدأ بعد كده تظهر الطفرات، يظهر الكلير وينج، يظهر الطفرات المختلفة. فالعصفور تمام في الأول لازم نبقى عارفين إن العصفور في الأساس لونه أخضر. يعني العصفور بيبقى لونه أخضر، بعد كده الاخضر ده بيطلع منه الازرق لان الازرق متنحي، تمام؟ طيب احنا عايزين بقى ان الطيور كلها تبقى ازرق، يعني احنا مش عايزين الطيور اخضر في الانتاج، لان احنا عارفين ان اول شرط في الرينبو ان لازم الطيور يبقى لونها ازرق. يبقى احنا لازم نجوز الطيور الازرق لبعضها، يعني لازم يبقى الذكر والانثى ازرق عشان الانتاج يطلع ازرق، تمام؟ طيب كده يبقى احنا عرفنا ان الاخضر سائد والازرق متنحي. فالعصفور اول ما ظهر ظهر باللون الاخضر، بعد كده بدأ يظهر اللون الازرق، وعرفنا ان الازرق لون متنحي، يعني لازم الذكر والانثى يبقى لونهم ازرق عشان الانتاج ان شاء الله يبقى لونه ازرق. طيب بالنسبة بقى للون الازرق، لما نتعمق في اللون الازرق شوية، اللون الازرق 3 درجات. الدرجة اللي انتوا شايفينها دي اللي هي بتقال عليها كوبالت، بيتقال عليها اللون الكوبالت. طيب ايه درجات الازرق التانية؟ خليكم معايا كده. طيب ما شاء الله شايفين اهو، دول درجتين من درجات الازرق. يعني الناس بتبقى فاكرة ان العصافير دي مش من درجات اللون الازرق، لا، الموف ده اغمق درجة في اللون الازرق، تمام؟ لون الموف ده، بعد كده لون البلو سكاي ده افتح درجة في اللون الازرق، بينهم الكوبالت. يبقى درجات اللون الازرق كده بالترتيب من الفاتح للغامق، اول حاجه البلو سكاي اللي هو الانثى اللي قدامنا دي بلو سكاي، بعد كده الكوبالت، تمام؟ كوبالت زي الذكر ده كده، تمام؟ ده كوبالت. بعد كده الموف، تمام؟ زي الذكر ده كده. دي درجات الازرق. يبقى الازرق 3 درجات، تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا درجات اللون الازرق. كل زواجه، يعني كل ما بنيجي نعمل جوازه بتدينا انتاج مختلف. يعني درجة البلو سكاي مع الموف، تمام، هتدينا الوان، تدينا درجات الوان في الازرق. درجة الكوبالت مع الموف هتدينا درجات في الازرق. فكل جوازة انا بعملها ببقى عايز اطلع منها درجة معينة من درجات الازرق. يبقى احنا كده عرفنا اللون الازرق، وعرفنا ان هو انا اللي بس يعني ببدأ ان انا اختار درجات اللون الازرق اللي انا عايزها عشان اطلع الوان معينة. وعرفنا ان هي ترتيبها البلو سكاي والكوبالت والموف. طيب ده اول حاجة اللون الازرق، كان خلاص كده تمام، مش هنتعمق فيه دلوقتي، وهنقول يعني مش هنتكلم في الجوازات وايه كل جوازة مع جوازة هتطلع لنا الوان ايه، تمام؟ المهم ان احنا عرفنا كده ان اول حاجة في الرينبو ان احنا بيبقى لونه ازرق. طب ليه الرينبو لازم يبقى لونه ازرق؟ عشان الجولدن، يعني عشان الجولدن يبان جمال الجولدن، فاحنا اخترنا ان لازم
اللون يبقى ازرق او درجة من درجات الازرق عشان يبان فيه تأثير الجولدن ويبان فيه الجولدن. تمام. طيب الفايلوت، الفايلوت دوت هو مش لون، الفايلوت ده هو عامل اسمه العامل المظلم زي الطائر اللي قدامنا ده كده، بيغمق درجة اللون. يعني الفايلوت وظيفته ان هو بيغمق درجة اللون، وفي فايلوت سنجل فايلوت دبل، يعني فايلوت بجين واحد وفايلوت بجينين. كل ما الفايلوت كان قوي كل ما كان لون الطائر قوي ودرجة اللون قوية. يعني لو بصينا على الموف ده كده، تمام، شايفين الموف ده ما شاء الله، تمام، ونبص على الموف ده كده، طبعا في اختلاف في قوة اللون، ده يرجع لتأثير الفايلوت. فكده احنا فهمنا يعني ايه فايلوت. فايلوت هو العامل المظلم اللي بيأثر على درجة وقوة اللون. طيب بعد ما عرفنا درجات الالوان، تمام، تاني طفرة احنا محتاجينها ايه في الرينبو عشان نقول عليه طائر رينبو. طيب بعد درجات الالوان الازرق لما نعرفها، تاني حاجة عرفنا خلاص ان الازرق طفرة متناحية لازم تبقى موجودة في الام والاب. تاني حاجة هي طفرة الاوبلاين، وطفرة الاوبلاين هي طفرة مرتبطة بالجنس. طفرة الاوبلاين وظيفتها ان هي بتنقل لون الجسم للجناح، وظيفتها ان هي بتنقل لون الجسم للجناح. يعني ايه؟ يعني بتخلي الجناح نفسه ملون عشان يبان قدامنا ان العصفور كله ملون، فيبان فيه قوس قزح او تدرج الالوان. طيب يعني لما نيجي نبص كده على الطائر ده هنحس ان الجناح بتاعه فيه موف، في موف منقول من الجسم للجناح، ده بيرجع لطفرة الاوبلاين. تمام. لو جينا نبص على اي طائر اوبلاين هنحس ان لون الجسم ظاهر في الجناح، او اللون الكوبالت او اللون الازرق ظاهر في الجناح، ده بيدل على ان كده العصفور ده اوبلاين. واللي بيميز طفرة الاوبلاين هي علامة الفي اللي موجودة في ظهر الطائر، علامة الفي اللي موجودة في ظهر الطائر اللي هي علامة الفي دي. طبعا في هنا منطقة في ظهر الطائر اهي زي علامة السبعة كده، مفيش فيها أي علامات، دي بتبين إن الطائر ده أوبلاين، وإن طبعا غير إن اللون بيبقى باين في الجناح. طيب طفرة مرتبطة بالجنس يعني بتختلف في توريثها في الذكر عن الأنثى، يعني الذكر بيورثها للإناث، تمام، مباشرة، لكن الأنثى عشان تورثها للذكور بتورثها لهم سبليت، لأن الأنثى بتحمل جين واحد بس. فعشان احنا يعني نحل المشكلة دي ونبقى ضامنين إن الإنتاج كله معانا أوبلاين، يبقى لازم الذكر والأنثى يبقوا أوبلاين. طيب لو الذكر بس اللي أوبلاين يبقى كده هتبقى الطيور اللي معانا هتطلع لنا إناث بس أوبلاين، إناث أوبلاين وذكور سبليت أوبلاين. طيب دي تاني طفرة. تالت طفرة معانا هي الطفرة الخاصة بعلامات الجناح، أو الطفرة اللي بتمسح علامات الجناح عشان يبقى الطائر قدامنا لونه زي العصفور الوايت فيس ده كده. يعني العصفور الوايت فيس ده فيه اللون الأزرق، فيه الأوبلاين، فيه الكلير وينج، ناقصه بس الوش الأصفر أو الجولدن فيس. تمام. زي ما قلنا إن طفرة الكلير وينج بتخلي لون الجناح زي ما احنا شايفينه كده، مفيش اي علامات في الجناح. طيب العصفور اللي جنبه ده، ده فول بادي. يعني ايه فول بادي؟ هو الاسم الكامل للطفرة جراي وينج فول بادي كولر، جراي وينج فول بادي كولر، ده بينتج من ان يبقى لون الجسم غامق بس فيه علامات على الجناح، بيبقى لون الجسم زاهي وغامق بس بيبقى فيه علامات على الجناح، ده طفرة الفول بادي. والفول بادي هو امتزاج لطفرة الكلير وينج وطفرة الجري وينج. يعني الكلير وينج لما بيمتزج مع الجري وينج بيطلع لنا ايه؟ الفول بادي كولر جري وينج، اللي هو بيبقى بيخلي لون الجسم كله زاهي زي الكلير وينج بس في علامات على الجناح. تمام. طبعا احنا بنقدر ان احنا نشيل علامات الجناح دي بان احنا نجوز الطير ده لطير كلير وينج عشان نشيل علامات الجناح. طيب دي كانت تالت طفرة معانا، وهي طفرة برضو متنحية
اللي هي الكلير وينج او الفول بودي، محتاجة ان هي تبقى موجودة في الذكر والانثى. الطفرة دي عشان تظهر، اللي هو اللي بتشيل علامات الجناح وبتخلي لون الجسم زاهي، اللي هي الكلير وينج، لازم تبقى موجودة في الذكر وفي الانثى عشان تظهر معانا في كل الانتاج ان شاء الله. طيب اخر طفرة وهي الجولدن فيس او اليلو فيس. الطائر اللي قدامنا ده يلو فيس، اليلو فيس بيبقى لونه بهتان شوية عن الجولدن فيس. تمام، الجولدن فيس بيبقى اقوى طبعا. الجولدن فيس طفرة سائدة، تمام، واليلو فيس طفرة سائدة، بس الجولدن سائد على اليلو، يعني الاتنين طفرة سائدة بس الجولدن سائد بالنسبة لليلو. او جولدن لو الطائر جولدن وطائر يلو يبقى الانتاج ان شاء الله هيبقى جولدن، لان الجولدن سائد على اليلو. طيب نشوف الجولدن كده. تمام، ده الجولدن اهو ما شاء الله، شايفين الجولدن زاهي ازاي عن اليلو، يعني العصفور اللي جنب يلو وده جولدن. الجولدن بيبقى زاهي، بيبقى العصفور وشه كده تحس ان هو لونه ذهبي، ده الجولدن فيس. طبعا لما الجولدن فيس بيبقى سنجل بيأثر في لون الجسم. تمام، لما بيبقى دبل ما بيأثرش في لون الجسم، يعني هنا لون الجسم ده موف، هو قالب للون زيتوني كده عشان ده جولدن سنجل فمأثر في لون الجسم. طيب ده شرح بسيط كده لطفرات الرينبو. تمام، وعرفنا كل طفرة هي متنحية ولا مرتبطة بالجنس ولا سائدة. تمام، وعرفنا الجولدن وعرفنا اليلو وعرفنا الوان طائر الرينبو. طيب ازاي انا بقى اطور طائر الرينبو اللي عندي؟ يعني انا عندي دلوقتي طيور رينبو مثلا مستوى معين، ازاي ان انا اقدر اطور الطيور دي؟ احنا قلنا مثلا في الالوان ان اللون اللي مطلوب، المطلوب اللون ده الكوبالت، ده اللون المطلوب او اللي الناس كلها بتطلبه في الرينبو، اللي هو لون الكوبالت. تمام، الكوبالت ده لما بيبقى فايلوت بيبقى قوي جدا زي البنفسجي كده، بيتحول للون البنفسجي. يعني لو جينا نبص على الطائر ده كده، شايفين درجة اللون الكوبالت لما الفايلوت بيدخل عليها بتبقى زاهية، بتحس ان هي زي اللون البنفسجي. كل ما الطائر كان دمه عالي ودمه قوي بتلاقي الفايلوت ده قوي. يبقى اول حاجة بنحاول ان احنا نخلي الفايلوت بتاعنا قوي عشان يبقى العصفور معانا اعلى. طيب تاني حاجة بالنسبة للأوبلاين، بنحاول ان احنا نجيب أوبلاين عالي بينقل لون الجسم بقوة للجناح. ده بالنسبة للأوبلاين، يعني الأوبلاين كل مهمته ان هو ينقل لون الجسم بقوة للجناح. طيب الكلير وينج، عشان انا ابقى عندي طيور عالية لازم يبقى عندي كلير وينج قياسي. كلير وينج قياسي يعني مفيش فيه علامات خالص، يعني الكلير وينج ده فيه علامات. تمام، طبعا الفول بادي بتبقى علاماته اغمق وواضحة زي كده، ده كلير وينج اهو بس فيه علامات بسيطة. طيب في كلير وينج قياسي زي الطائر اللي جوه ده كده، هنحس ان الجناح بتاعه مفيش فيه علامات خالص ما شاء الله. تمام، او الطائر ده كده ما شاء الله، هنحس ان الجناح مفيش فيه اي علامات، ده كده كلير وينج ما شاء الله قياسي، كلير وينج مفيش فيه اي علامات غير الطائر الفول بادي اللي جنبه، شايفين العلامات على الجناح. طيب يبقى احنا قلنا كده لازم يبقى الطائر كوبالت فايلوت، لازم يبقى الطائر اوبلاين قوي، لازم يبقى الطائر كلير ويند. طيب رابع حاجة لازم يبقى الطائر جولدن وجولدن دبل، ده اعلى حاجة في الرينبو. تمام، ان هو الطائر يبقى جولدن بس جولدن دبل. جولدن دبل يعني ايه؟ يعني الجولدن متركز في الوش بس ولون الجسم زي ما هو، مش الجولدن ما يأثرش في لون الجسم، ده الجولدن الدبل. لو قدرنا ان احنا نوصل بالانتاج بتاعنا الاربع مستويات دول او الاربع حاجات دول، يبقى احنا كده قدرنا نجمع عصفور رينبو قوي او مستوى عالي. تمام، طيب اللون القوي ده بيبقى موجود في دم من اجيال كتيره. تمام، فضلنا نثبت في لون الدم ده لحد ما عايزه يطلع لنا لون قوي زي ده كده. ده بالنسبه للون الجولدن. طبعا الجولدن لما بيكون الاهالي جولدن والجدود جولدن بيطلع لنا جولدن قوي ما شاء الله. الاوبلاين، تمام، كل ما بننتقد طيور بتدينا اوبلاين اعلى. طيب بالنسبه للكلير ويند، تمام، لازم نبدا يعني نهتم بالطيور اللي يكون جناحها ما فيش علامات خالص، ونبدا نشتغل على الطيور دي، لان الطيور دي اللي هتوصلنا للمستوى اللي احنا عايزينه. كده احنا عرفنا كل حاجه في طفرات الرينبو،
وكل حاجة وظيفتها ايه، وازاي نقدر نوصل لعصفور رينبو قوي. تمام، يا رب اكون قدرت افيدكم النهارده. طبعا الاخضر ملوش علاقه بالرينبو، لان الناس سالتني ازاي اوصل من الاخضر للرينبو. لا طبعا الاخضر ملوش دعوه، لازم يبقى العصفور لونه ازرق. قلنا ان الازرق يا بلو سكاي يا كوبالت يا موف، لازم يبقى العصفور كلير ويند، لازم يبقى العصفور كوبالت فايلوت، لازم يبقى العصفور جولدن دبل. وقدرنا نجمع الاربع حاجات دول، يعني دول ان شاء الله هيطلعوا لي في الانتاج العصفور اللي انا بتكلم عليه. عصفور كوبالت طبعا شايل الفايلوت من ابوه، شايل الجولدن، شايل الكلير وينج الكوياسي، وهيطلع برضو في جزء من الانتاج فول بادجت. فاحنا كل ما يعني نقدر نفهم الوراثه كويس هنقدر ان احنا ان شاء الله نشتغل على نفسنا عشان نطلع عصفور اقوى باذن الله. كل ما مستوى الرينبو زاد هو ده العصافير اللي هتبقى مطلوبه الفتره الجايه. فياريت ان احنا نبدا نطور طيورنا، نبدا نجيب طيور مستويات اعلى، دم عالي دم قوي، ان شاء الله نوصل منها لانتاج مميز باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله.